اللغة العربية أنا مو قوي باللغة العربية. وش أنت الآن العربية ونحن عرب وكذلك. غير العربية. اللغة العربية اللغة العربية أولاً. المدد ما معنى المدد؟ المدد في اللغة العربية هي طلب الإعانة في وقت الشدة. لأن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا خاطب الله سبحانه وتعالى بها من؟ الرسول وأهل البيت كلهم. فماذا كانت وسيلة أهل البيت؟ هل أهل البيت توسلوا بأناس غيرهم أم توسلوا بالأعمال الصالحة؟ قال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب في نهج البلاغة: أحسن ما توسل به المتوسلون الصلاة والزكاة، العمل الصالح. وهذا مصداق لقوله تعالى: وقالوا ربنا آمنا فاغفر لنا. فالتوسل في توسلان: توسل ممنوع وتوسل مشروع. التوسل المشروع بالعمل الصالح، والدليل قوله تعالى: وقالوا ربنا آمنا فاغفر لنا. التوسل المشروع ثانيا وهو توسل بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل المشروع ثالثا التوسل بإنسان صالح حي بالدعاء، ادخل ادعي لي، كما قصة وقعت يوسف عليه السلام مع إخوتي. أما التوسل الممنوع الذي كان يفعله مشركي العرب، تقول للأموات: المدد يا أبو بكر، يا أبا بكر، المدد يا عمر، المدد يا علي، المدد يا محمود، هذا ليس من الدين. أنا أسألك بالله يا عبد الرزاق، أسألك بالله، ما لماذا كفار قريش كانوا كفار؟ سؤال لك أخي عبد الرزاق حفظك الله، لماذا كفار قريش كانوا كفار؟ عندما أتكلم ما صورتني، لكن الآن صور نفسك. حياك الله، مرحبا بك. anyway تفضل. ما بارك الله فيك. لا لا، انا سؤال سألتك سؤال عبد الرزاق. عبد الرزاق، لا لا لا، انا سؤال. لا لك يا حبيبي، لا حبيبي، ما لماذا كفار قريش كفار؟ والله جاوبني على السؤال، اسالك بعد سؤال. لماذا كانوا كفار؟ لماذا لا لماذا كانوا كفار؟ بعدين حبيبي بعدين، لماذا كانوا كفار؟ وقت كبير. لماذا كانوا كفار حبيبي عبد الرزاق؟ سؤال بس بخصك الحوار، بس بخصك لماذا كانوا كفار؟ متى راح انت توصل؟ انا اقول لك متى. اسالك سؤال، عندما هل انت راح توصل النتيجه؟ نعم وصلت الحمد لله، كما ذكرت لك. دقيقه، نعم كثير. انا اقول لك اشياء، في اخوه واخوات اتصلوا بي شخصيا، ومره اخت كانت هنا موجوده قالت هيا كان موجود حاضر، قالت هي تركت التشيع، هي اصبحت سنيه الحمد لله. لماذا؟ قالت لي، يا شمسي انا كنت اتفرج فيديوهاتك لارد عليك، لكن اقنعتني بانكم على الحق فاصبحت سنيه والحمد لله. اولياء من دون الله والذين يتخذون. طيب الان لماذا كفار قريش كانوا كفار؟ لانهم يتخذون اولياء من دون الله. يا المهدي، هذا صاحبي اسمه المهدي، لانهم يتخذون اولياء. هذا جيش المهدي، وين جيشك؟ انا جيشك. وانت جيش المهدي. سؤال، لماذا كفار؟ يا عبد الرزاق يا اخي المبارك، بارك الله فيك. بعدين اجاوبك، لماذا كفار قريش كفار؟ تعرف جيش المهدي؟ لا لا ما اعرف، ولا تعرف انت؟ انت اليوم وقت راح توصل انه النتيجه وايش يعني؟ اخبرتك النتيجه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لان يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. النتيجه اولا ليس لي، النتيجه من عند الله، وما على الرسول ايش الا البلاغ. انا طيب، انا ما ابحث عن النتيجه لان من عند الله سبحانه. اذا وجد نتيجه أنا. طيب الان انا لماذا كفار قريش؟ لماذا كفار قريش كانوا كفار؟ لماذا؟ لماذا كفار قريش كانوا كفار؟ ها؟ كيف؟ ما يعبدون الله سبحانه وتعالى عز وجل، القضية كلها معروفة. هل كانوا بأن الله هل يؤمن بالله ولا لا يؤمنون؟ لا يؤمنون بالله. فالله جل وعلا يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق. قل من يرزقكم من السماء والأرض. في آيات كثيرة لماذا كانوا مشركين في العبادة؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه ليس أصنام، لأن في الملائكة كذلك، لأن في القرآن. أخي أنا أتكلم معه من دون أي شخص غير الله، ومن دونه علي من دون الله. هل علي والله؟ لا علي والله؟ لا 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 لا، علي ولي الله. علي ولي، أقول ولي. من دون الله؟ من دون الله. لا من دون الله، كله من دون الله. والذين اتخذوا من دون الله، من دون الله، من دون الله، أي شخص من دون الله، ويعبدون من دون الله. طيب طيب، ويعبدون من دون الله. شوف يا أخي، خارج الذين آمنوا. هاي شنو؟ شاهد بارك الله فيك، وقال يقول: ويعبدون من دونك، ويعبدون الحكام والسلاطين والمعروف منه دول أولياء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم.
هذا كلمته هذا كلمته كلمته ويعبدون من دون الله ما ويعبدون من ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فعندما تقول المدد يا علي هذه عباده فعلي من دون الله. الله يقول شوف هذا علي المولاه هذه من الاولياء. انا مولى انا 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 مولى علي وعلي مولاي بالناصر هنا ناصر يا خلاص خلاص هناك اولى خلاص خلاص اولى اكو معنى ثاني اولى. اعطيني اين علي استعمل حديث غير خم ليثبت بانه هو الخليفه؟ جاءهم بيوم السقيفه وقال لهم اين اين اعطيني الكتاب اين اين الكتاب؟ ما شاف السقيفه لانه كان مشغول كذب. ما كان السقيفه هو يكذب. ما كان السقيفه كان مشغول كان مشغول والله والله كلمته والله كلمته. يقول يقول علي يقول علي بن ابي طالب في نهج البلاغ يقول شوف هذا يقول عن الموضوع يخرج عن الموضوع. من قال لي يقول علي لقد اصبحت يقول علي بن ابي طالب يقول علي بن ابي طالب بن عرضه في نهج البلاغه من رضي به المهاجر انصار خليفه فهو خليفه عند الله. فهذا يحطم دين الشيعة بأن الخليفة لابد يكون من عند الله. ما قالها لأنه قال فلاش بلغة قالها خير خصوصية قولها عدل حبيبي أنا أقول لك إيش أقرأ القرآن تصبح سني إن شاء الله. والله ما رضي الله علينا أوصلت الحمد لله والله ما راح توصل أنت إيش بعد النتيجة من عند الله. تعرف ليش؟ أنت كلمتك إذا أردت أن تستفيد ما تستفيد بس يعني أنت قاعد نصحك. لماذا إيران لا تحرر فلسطين؟ لماذا إيران لا تحرر فلسطين؟ نحن مسلمين ليس عرب. إسلام أولا ليس العرب العرب والإسلام لا الإسلام الإسلام شيء واحدهم واحدهم هو المسيح بس لكن لا ما واحدهم المسيح ما واحدهم كانوا يقضى بروتستد وكاثوليك قتلوا بعضهم بعض. ما تعرف تاريخ أنت تاريخ حبيبي تاريخ الأوروبي ما يعرف تاريخ الأوروبي. تقاتلوا حبيبي عبد الرزاق تقاتلوا بعضهم كاثوليك مع بروتستد قتلوا بعضهم بعض في هولندا وفي بريطانيا وفرنسا. والله ما هذا تاريخ الحديث. اين الشيعي الشيعي قناة صوت القارعة وصوت البينة ما في شيعي. لا انت انتم انتم انا سنة كلهم حافظ هذا حافظ صوت القارعة خلاص القارعة كلهم انا انت اقرا. لماذا لماذا الشيعة ما في القرآن؟ ابو عبد الله الله يهديك وقال لك البوتيتا وقال كل شيء لا تريد. الله يهديكم حياكم الله. حد يقول لك اقرا سورة ياسين. ياسين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون. ما شاء الله حاج حاج ما شاء الله سني تعال معنا اتركهم واحد صفرنا واحد صفرنا واحد صفرنا انت اقراها ما قريت انت قلنا واحد وما ادراك ما القارعة. ما شاء الله انا سني سني داخل لا 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 الشيعي طيب على راس الصفا. طيب طيب اين في القرآن يقول اتبعوا اهل البيت؟ اين في القرآن يقول اتبعوا اهل البيت في القرآن؟ اعطيني آية واضحة في القرآن تقول اتبعوا اهل البيت. احنا متبع متبع الائمه اللي كانوا بالارض لهدي لهدي اللي حمل الاسلام. لكن ما في ايه الحاج حاج 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 ما في بأي نبي. لكن عندنا نحن ايه في كتاب الله في القران تقول اتبع المهاجر انصار. فلماذا الله يقول واضحا صريحا اتبع المهاجر انصار وانتم تتبعونهم؟ الله يقول نعم دقيقه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم هم ايش؟ ضمير منفصل يرجع الى من؟ الى الصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا الله ذكر اتباع المهاجر الانصار صريحه واضحه لكن يجب علينا اتباع اهل البيت ما ذكرها الله؟ هل